منصف زهروني، تونسي، نعمل برشا حاجات في الدنيا، منهم المسرح. الحكاية بدأت عام 2000، آخر 2017. عندي صديقة ليا بعثت لي فيديو متاع برنامج تلفزي تعدى في تونس عام 2015، واللي استضافوا فيه رجل عابر. للأسف التعامل الإعلامي كان ياسر رديء في البرنامج، على خاطر الضمير المقدم تاع البرنامج كان يستخدم في الضمير اللي هو يعبر على الجنس البيولوجي متاع الشخص اللي مقابله، ما كانش يحب يستخدم الاسم متاعه اللي هو اختاره. المفتي تاع الجمهورية تدخل وعطاه رايه، وفما زاد برشا خلط وقتها في المفاهيم، على خاطر فما الترانس وفما زاد الانترسكس، دونك سي مش نفس الشيء. الجمهور اللي يتفرج في البرنامج هذايا شعبي ويتفرجوا فيه برشا توينسا. المشكل اللي البرنامج هذايا رسخ فكره غلطه على العابرين جنسيا ولا جندريا. المشكل زاد اللي المقدم نتاع البرامج هذايا توينسا ياخذوها كريفيرونس، معناها دونك شخصيه مهمه في المجتمع التونسي وعندها تاثير. دونك وقت اللي تفرجت انا في البرنامج يعني تشوكيت، بعد قلت لازم نعمل حاجه. فكره نتاع المسرحيه ما كانتش اول فكره، اول حاجه بديت نعمل فيها اللي انا بديت نقرا في، حاولت نكتشف اكثر العالم نتاع العابرين العابرات في تونس. بديت هكا كيما نقولوا نهبط للميدان، دونك بديت نقابل في العابرين اللي هما قابلتهم في العالم نتاع الليل، خاطرنا في الصباح نخدم وفي الليل نخدم الكهرباء نتاعي ونخرج ونجم نقابل الناس هذوما ونشوفهم في العالم نتاعهم. ومن بعد لقيت روحي بشويه بشويه لان نحب نكتب المسرحية، لقيت حكايات، لقيت فما برشا وجاعة، لقيت اللي فما برشا حاجات اللي انا شخصيا ما كنتش نعرفها واكتشفتها، وقلت نحاول اللي تعلمته انا ولا اللي اكتشفته انا نعديه زادة للجمهور اللي نجم بعد يشوفه في المسرحية وإلا في الكتاب، على خاطر احنا باش نخرجوا زادة النص نتاع المسرحية في كتاب مع ثلاثة حوارات، ثلاثة انترفيوات مع ثلاثة عابرين وعابرات توينسا. هكاك باش تكون الصورة كما نقولوا أشمل. المسرحية هي مجرد بداية بالنسبة لي أنا. علاش؟ على خاطر العمل المسرحي باش يكون مرفوق بعمل على الإعلام، دونك حضور إعلامي كبير في إذاعات، في تلفزات، في الجرايد، دونك هذايا باش يعاوننا نوصلوا الفكرة، نوروا الرأي العام، نحكيوا أكثر على الموضوع. العمل هذاك على وسائل التواصل الاجتماعي مهم لأنه يجيوك برشا ناس اللي هما عندهم تساؤلات، عندهم حيرة، فما ناس مشكين، قلنا لهم يجيو يتفرجوا في المسرحية، دونك استدعيناهم وفما شكون منهم لبوا الدعوة وجاو يتفرجوا. المسرحية زادة باش تكون ديما كل عرض مسرحي من بعده فما نقاش مع الجمهور، نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة، نفسروا، تصير هكا التفاعل مع الجمهور اللي هو حاجة مهمة برشا. لي ديبا هذوما النقاشات اللي قاعده تصير قاعدين نصوروا فيهم، ويمكن زاد نخرجوهم من بعد على وسائل التواصل الاجتماعي، نحطوهم على يوتيوب مثال. المسرحيه في حد ذاتها باش تتصور بطريقه سينمائيه وباش نحطوها زاد على اليوتيوب، على خاطر الجمهور اللي ما ينج اللي ماهيش باش تتاح له الفرصه انه يتفرج فيها في المسرح ينجم يشوفها في اليوتيوب مجانيا في المستقبل. في المسرح اللي ننشطوا فيه، في حتى خارج المسرح وين ننشطوا، ما فماش حتى مضايقه. الجمهور جاي وتفرج، وفما يمكن بعض الاشخاص اللي كان عندهم احترازات على نقاط معينه في المسرحيه، على خاطر المسرحيه زاد فيها تساؤلات على الدين، فيها تساؤلات على المجتمع، على تطور الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه في تونس في العشرين سنه الجايه، لان هي مسرحيه خيال علمي وخيال فلسفي زاد. يعني فما حاجات قلقت الجمهور وقت النقاش، والا بعد بعثوا لنا ميساجات على فيسبوك ولا على انستغرام وجاوبناهم، لكن حقيقه معناها مضايقه والا عنف والا هذا حاجات ما صارتش اثناء والا قبل العرض. اكثر حاجه يمكن اكثر عنف حسيناه هو في وسائل التواصل الاجتماعي، وقت اللي مثل تعدينا وحكينا في بعض وسائل الاعلام اللي عندها انتشار واسع في تونس يسمعها برشا توينسا، بالطبيعة باش تلقى المساندين كما باش تلقى الناس اللي عندهم احترازات ولا اللي حتى عندهم نوع من العنف
اللغوي اللي يجي يقول لك ليه علاش وحرام ولا هذا ضد الطبيعة. تحب تعمل عمل فني ما فماش سلطة رقابة، ما فماش كون يجي يملي عليك شنية تكتب شنية تعمل كيفاش تتصور المسرحية متاعك. الجسد متاع الممثلين والممثلات على المسرح هما أحرار فيه، يوظفوه بالطريقة اللي تتلائم مع الدور. حاجة الباهية اللي اليوم ما نعرفش العدد بالضبط، ولكن فما العديد من الجمعيات، يمكن 5 ولا 6 جمعيات مرخصة واللي هي قاعدة تنشط وتدافع على الأقليات الجنسية ولا الجندرية في تونس. مادام القوانين ما تبدلتش، مادام القوانين الزجرية مازالت موجودة، بالنسبة لي أنا الوضع ما ينجم يكون كان كارثي. مادام اليوم فما أبواب متاع تأويل مثل عند القضاء ولا عند البوليس، مثل اللي هو النجم اليوم فما ناس وقفت على خاطر الاكسبريسيون دو جون متاعهم، يعني كيفاش يعبروا على النوع الاجتماعي متاعهم باللباس ولا بطريقة الكلام ولا بأي طريقة أخرى، دونك يتوقف وينجم يلقى روحه زادا قدام القاضي، وينجم يلقى روحه زادا يصير له الفحص الشرجي. هذايا بالنسبة للمثليين، بالنسبة للعابرين اللباس ولا فوالا دونك طريقة التعبير على النوع الاجتماعي هي اللي مقلقة، ولا بلوتو اللي تسبب لهم قلق مع البوليسية. دونك بالنسبة لي أنا المجتمع المدني ماشي في ثنية صحيحة وفما عمل ينجم يدعم أكثر. بالنسبة للجانب السياسي وهذا رأيي أنا، هما يلزمني كان أنا، بالنسبة لي أنا فما برشا خدمة مازالت تصير وخاصة على القوانين. وبما أنه السياسيين ديما يقول لك هذه ماهيش أولوية بالنسبة لنا توا وفما قضايا أخرى، يمكن المجتمع المدني في تونس متطور أكثر ولا مش متطور، عنده شوية هكا أمبا مقدم شوية أكثر من مقارنة بالجزائر ولا بالمغرب، على خاطر يمكن الثورة ويمكن الجمعيات اللي ولات مرخصة اليوم. ولكن ما عنديش فكرة إذا الجمعيات اللي تنشط في بقية الدول المغاربية عندها نفس الستاتيو، معناها اسكو هي يعني قانونية مرخصة ولا لا. احنا عام سنين نحب نقدموا تقريبا 12 عرض في تونس، المسرحية ترانستيكس عبور اللي هي كما قلت مسرحية تحكي على العبور الجنسي ولا الجندري، تحكي زاد على مستقبل تونس في 20 سنة الجاية. دونك كان نجم نعملوا أكثر من 12 عرض في العام الجديد ماذا بينا، ونحبوا زاد اون سو ديسونتراليز نخرجوا من تونس العاصمة ونقدموا أكثر عروض في أكثر ولايات أخرى، نبعدوا أكثر ويتحل النقاش ونحكيه مع الناس. وماذا بيا ونتمنى زادا اللي يكون عنا حضور إعلامي أقوى وأكبر برشا باش نجمو نحكيه ونوروا مخاخ نوروا الناس ونحلوا لهم المخاخ نتاعهم كما نقولوا احنا بالتونسي. فوالا، وإن شاء الله العام الجاي معناها 2020-2021 باش نزيدوا نقدموا أكثر عروض ونخرجوا الكتاب. ونلقاو زادا دوتر فورما، احنا قاعدين نخمو باش نلقاو دوتر فورما باش نجمو نوصلوا لأكثر ناس في المجتمع التونسي.